ايوه مراته، مراته نمره واحد وحضرتك نمره اتنين. اقعدي هنا هتعملي ايه؟ هتروحي لهم ولا ايه؟ ما ينفعش يا هانم، انا معروف في اسكندريه كلها، انت عايزه تعملي لي فضيحه؟ وانا بقول هو جاي الاسكندريه ليه؟ حضرتك من عبدك كنت فاكراه جاي وراكي. وايه اللي جاب البنت دي وراه؟ مش عارف، انما انا متهيألي اني شفتها قبل كده اكيد. يا سلام، بقى انت بقى ايمان اللي قاعدين نتكلم من الصبح عنك. انا؟ اشمعنى يعني؟ الاساتذه كانوا جايين يطلبوا ايدك من الاستاذ نيازي خطيبك سابق وجوزي وحبيبي حاليا. وبعدين معاكي؟ انا عايزه امشي، يلا بينا يا باسم. يلا ايه؟ نمشي ازاي؟ لو انت مشيتي انا هقعد، انا مصدق. شايف لون الليمون؟ طب انا ايمان عشان خاطري اقعدي ولا انت عايزه تزعليني؟ اتفلق. طيب علشان خاطري انا اولع. الله الله الله، واضح انها بتعزوك انتوا الثلاثه زي عينيها الاثنين. طب اقعدي عشان خاطر نيازي ولا نيازي ملوش خاطر عندك؟ طب هقعد وعشان خاطرك انت. ايه رايك بقى؟ الله، انت جرالك ايه؟ انت جننت ولا ايه؟ انا الشيء اللي قاعد معاهم ده يجي يقعد معايا على ترابيزتي؟ انا هروح واقعد معاهم. اقعدي. تروحي تعملي ايه؟ تجرالك حاجه في دماغك ولا ايه؟ انا لا يمكن وافق على كده. وانت كمان هتيجي معايا؟ متهيألك يا حبيبتي انا لا يمكن اروح هناك. انت عارفه معنى حاجه زي كده ايه؟ ان انا وانت سيرتنا تبقى على كل سنه في اسكندريه. انسي ده، من سبع المستحيلات. على فكره انا مش فاهمه اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده. واختصر وانجز بقى. خالص، حاضر حاضر، هختصر اهو. صلي على النبي. احنا بقالنا 1000 مرة عايزين نصلي على النبي، ادخل في الموضوع. كمان زيد النبي صلاة، ده صلاة النبي مكسب. عليه الصلاة والسلام. شوف يا ستي، انا بصراحة ربنا كده يعني كنت جاي وخايف، انما لما شفت وش حضرتك الحلو المبتسم ده قلت ان شاء الله انك انت هتساعديني في المشوار بتاعي ده وهتقفي جنبي، مش كده؟ انا فهمتك، انت عاوز تشتغل هنا في الفندق. اشتغل ايه؟ لا ده انا راجل كسيب، انا راجل عندي محل جزاره قد الدنيا. اشتغل ايه؟ ارحمني يا رب. لا على فكره، انت لو ما قلتش دلوقتي حالا انا هقوم، وعلى فكره انت سديت نفسي خالص. خلاص خلاص، ما تزرزريش عليا. بصراحه انا كنت جاي طالب القرب، وكلمه منك ان شاء الله هتساعديني فيها. انت عاوز تتجوز واحده هنا في الفندق وعاوزني انا اكلمها لك؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله على الذكاوه، فعلا التعليم فعلا بيزكي البني ادم. ومين بقى سعاده الحظ دي؟ امك. نعم. هو انا بشتمك؟ انا بقول ان انا عايز اتجوز امك لمؤاخذه. انت عاوز تتجوز مامي انا؟ اه، ده اذا هي عجبتني لمؤاخذه، يعني ما طلعتش ملاخرها بطاطسايه ولا طلع لها لغد هنا ولا قتب. صراحة ربنا يعني ده جواز وما فيهوش خوف ولا كسوف. اه فعلا عندك حق، بس انت مش عارف ان مامي متجوزه؟ عارف، وعارف كمان ان البيه جوزها ناوي يخلع. ايه ده بجد؟ ليه؟ عشان هيتجوز البنت اللي بتحبه. ايه ده، هو قال لك كده؟ لا هو ما قاليش، بس اصحابه فتنولي عليه وقالولي. سوري انا اسفه، انا ما طلبتلكش حاجه. طب تشرب ايه؟ خد اشرب دي. طب تاكل. لا ربنا يخليك، الله يكرمك ان شاء الله. الحمد لله. طيب هو ما كلمكش على البنت اللي عاوز يتجوزها؟ يعني ما كلمكش عني؟ عنك ايه؟ لا مؤاخذه، انت فهمتي غلط، انت ما تجوزلوش، ما يصحش، انت محرمه عليه شرعا وقانونا. اي اوامر تانية يا هاشم بيه؟ لا شكرا جزيلا، تحت امر سيادتك يا فندم. استنى يا اخ مصطفى، يا ريت تجيب لنا بقى السلطات نتسلى عقبال ما الغدا ينزل. حاضر يا فندم، تحت امر. هو مين الاخ ده؟ خطيب الانسه ايمان. سابق ليه؟ ده انتوا لايقين على بعض خالص، ولا بصه لحد تاني؟ لا تاني ولا تالت، انا شلت الموضوع ده من دماغي خالص. ليه؟ في بنت تقول كده؟ بيني وبينك التلاتة احلى من بعض. تعيشي يا اميره يا بنت القمر. ميرسي والله بجد. ايه ما نغير الموضوع ده وخلاص. ايه يا اخي، ده احنا بنلعب لعبه الصراحه. عارفينها يا جماعه؟ انا عارفاها. وانا عارفه. وانا كمان عارف. اه طبعا عارفها. انا ما اعرفهاش. لا ما طبعا انت مش معقول بتعرف حاجه خالص. لعبه الصراحه دي لعبه جميله قوي، كل واحد يقول اللي في نفسه، زي ما نكون بنلعب كوتشينه كده، كل واحد يكشف ورقه قدام الناس التانية. يبقى كده مفيش لعبة أصلا، وبعد 5 دقايق الناس تمسك في بعض. بالظبط كده، أنا شايف إن كده أحسن حاجة.
ايه رايكم يا جماعه نلعب اللعبه دي؟ موافقين؟ هيا نيره، بيقولوا لي ان في حد كان عايزني. صلاه النبي صلاه النبي، امك دي حلوه قوي. طب كلميها عني بقلب جامد. في ايه يا استاذ؟ وحضرتك مين؟ إيه حضرته؟ يبقى هو اسم حضرتك ايه؟ المعلم عقل الجزار. إيه الاستاذ عقل الجزار؟ اه عيله الجزار المدقهليه. لا لا مؤاخذه يا ست هانم، لا انا نقبي مش نقبي، يعني المؤاخذه انا شغلتي جزار مش نقبي، انا الجزار. اه انا اسفه جدا، في حاجه حضرتك؟ الاستاذ عقل الجزار طالب ايد حضرتك. ايه؟ لو ما كانش عند حضرتك مانع يعني لنشرفني ويسعدني واكون تحت امرك في اي حاجه تطلبيها يا ست هانم. حضرتك مش عارف ان انا متجوزه ولا ايه؟ عارف لا مؤاخذه انك انت متجوزه، وبالاماره الاستاذ نيازي وهيطلقك عشان اتجوزك انا. ها قلت ايه؟ نقرا الفاتحه؟ معلش انا منسحب. يا راجل منسحب ايه؟ انت زعلان ليه؟ اقعد اقعد. ما الاستاذ والاستاذ ما زعلوش من راي ايمان فيه. بالعكس يا فندم، ده انا كمان احترمت وجهه نظرها جدا. ايه اللي بتقوله؟ انا بقى كنت عارف وجهه نظرها فيا من زمان. بس احنا ما عرفناش رايك في الاستاذ النيازي يا انسه ايمان. انا اسفه انا مش هقدر اتكلم تاني. على فكره انا معجبه جدا بطريقه تفكيرك، رغم انك صغيره في السن لكن بتفكري كويس قوي. وانت يا ولف؟ ممكن اكون اخر واحده؟ زي ما انت عايزه. اتفضلي يا مدام بريهان. في الحقيقه انا ما اقدرش اتكلم على ناس ما اعرفهاش، لكن اللي هقدر اتكلم عنه هو الشخص الوحيد اللي عرفته، جوزي جوزي حبيبي اللي كان هيضيع مني بسبب غلطه صغننه قد كده، واللي انا متاكده اني عمري ما هسيبه تاني، وخصوصا ان ربنا جمع بينا حاجه غاليه قوي. وانت يا نياز؟ لا انا من الاول معترض على اللعبه، انا مش عايز اقول راي في حد. لا يا راجل، يعني انت قاعد وسامع ايمان وهي عماله بتهزقني انا ومعتز وقاعد ساكت وفي الاخر مش عايز تتكلم؟ يا اخي ده انا كنت فاكرك هتاخد لي حقي مثلا. خالص. وحضرتك يا مدام قلت اظن الدور جه عليكي، اعرف انت مين. هو انتوا ما تعرفوش بعض؟ لا. ده تولع يا معلم، ما بدنا نمشي. ملناش دعوه، اسكت خالص عشان اليوم يعدي على خير. انا عايزه امشي. يلا يا باسم. يلا ايه ده، انت طالب تعمل قراميل. خلاص انا همشي لوحدي. لا هوصلك انا. لا لا توصل ايه يا نيازي، استريح انت مع المدام، انا هوصلها انا وهي. احنا هنوصلها. اتفضلي يا انس ايمان. اتفضلي. انت يا جدع، انت مش توم توصل للست اللي انت جاي معاها؟ حضرتك شايف كده؟ لو انت شايف غير كده قول. انا شايفه انه القعده ما بقلهاش طعم يا خالو. يلا بينا. لك حق يا حبيبتي. بقول لك ايه يا خالو، ممكن تاخدوني في سكتكم؟ احنا نازلين في فندق الفردوس. انا مش هرد عليك. افضل. اتفضلي. فرصه سعيده يا مدام. اتفضلي. انا هستنى تليفونك وتقول لي ناوي تعمل ايه. يلا يلا, يلا. رايح فين؟ يلا تيجي معايا. يلا خير. ايه الحكايه يا نيازي؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. مين ألفة دي؟ واضح انها تعرفك كويس قوي. فعلا هي تعرفني كويس، احنا الاثنين نعرف بعض كويس جدا. من امتى؟ هو انت بقالك قد ايه هنا في مصر عشان تعرفها؟ ايوه صح، مش كتير، بس عرفتها بعد ما رجعت من باريس بكام يوم كده، شفتها في النايت كلاب، وبعديها بعديها بعديها ايه؟ اتجوزنا. ايه؟ اتجوزته؟ تتجوز عليا واحدة تانية يا نيازي؟ مش واحدة، تلاتة، ألفت وفوزية وجدتي شجرة الدهر. وهو انت عليك؟ انا مش قادره اصدق، انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ عندك حق، عندك حق والله، انا نفسي مش مصدق ازاي انا عملت كل الحاجات ديت في الوقت الضيق ده، مش عارف ازاي. وانا ما فكرتش فيا؟ انت اول واحده كان لازم ما افكرش فيها، لانك انت سبب كل اللي بيحصل ده. انا هروح. استني، لازم تعرفي ان انا ما يهمنيش اي حد خالص غير ابني اللي جاي ده، املي في الدنيا،
ده مستقبلي انا، ده اللي نفسي اخده في حضني وعلمه احسن تعليم، وهصاحبه وهقول له فين الصح وفين الغلط عشان ما يغلطش غلطتي. انا صحيح غلطتي هي مش غلطه، هي غلطات. انا فعلا مش مصدق، انا اللي مش مصدق، انا ماشيه، انا اللي مش مصدق، انا اللي مش مصدق، انا مش مصدق. ده كلهم مشوا وسابوني، انا اللي هحاسب. وعيدك دي يا مامي، بس بيهم امي بس. في ايه يا حرامك؟ بس بقول لك عشان خاطري بقى يا مامي. اسكتي بقى يا نيره، ارموه بره في الشارع. ارموا بره ايه؟ وصفيحه زمان انا ولا ايه؟ سيبوه. بس يا هانم بقول لك سيبوه. اوعى سيب امر حضرتك. انا اسفه قوي يا انكل عقل، ما كنتش اعرف ان مامي بالاسود دي. اديكي شفت اهو، شفت عملت في ايه امك. يلا ملناش نصيب. لا لا ان شاء الله هيكون. بجد يعني في امل انك تكلميها؟ اصل بصراحه انت صعبت عليا قوي، وانا بتاثر جدا من المواقف دي، عشان كده هتكلميها وتوافق. ماشي. لا انت فهمت غلط، انا هقبل عرضك. عضي ايه انت هتعضيني كمان؟ مامك كفايه اللي عملته فيا. لا 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 انا قصدي انا هقبل عرضك لو كان الطلب لي انا. ليك انت ازاي يعني؟ مش فاهم. انا قصدي انك لو طلبت ايديا انا اوكي، انا موافقه. نرى الفتح. فتحه ايه؟ استني عندي. في ايه؟ ايه في ايه؟ منفعش منفعش يا بنتي. انت قصدك يعني عشان فرق السن والكلام البايخ اللي انت بتقوله بقى والكلام ده؟ الكلام فق؟ هو فرق السن دلوقتي بقى كلام فايغ وحاجات من دي؟ لا يا ستي ما ينفعش. انا هفهمك، عندنا احنا في الجزارة اللحمة انواع، في لحمة حمراء ولحمة ملبسة وفي شغط. اللحمة الملبسة دي بقى امك، والشغط ده بقى الشغط ده احنا بنقطعه وبنفرمه وبنحطه مع الكفتة والحواوش. انت تقصد مين بالشغط ده؟ ها؟ تقصد مين بالشغط ده؟ الشنطة. محمد محمد في حاجة يا نسا؟ في حاجة؟ ما تسكت انت الاخر يا محمد. الشنطة يا محمد. تفضل. المفاتيح. ايه ده؟ انت مش هتطلع؟ لا ما وصلتك لحد هنا وهمشي. ما هترجع على مصر؟ في الغالب لا. ما هتطلع؟ متهيألي مش هبات. الشمس قربت تطلع، عايزه اتمشي مع نفسي شويه، هشوف الفجر على البحر. طب اجي معاك؟ لا لا خليك مستريحه احسن. نيازي لو انت فعلا قررت اننا نفضل مع بعض فاحنا لازم نقعد ونتكلم. احنا محتاجين تصحيح حاجات كتير قوي غلطنا فيها زمان. انت عارف برغم ان العمر الطويل اللي عشناه مع بعض بس احنا ما عرفناش بعض كويس. وفكرك هنلحق نعمل ده كله في اليومين دول؟ اللي خلاك تتجوز 3 مرات في اقل من شهر بتهيألي يبقى سهل عليك قوي انك تعرف مراتك اللي عشت معاها عمرك كله. انت اتغيرت قوي يا نياز، انا مش مصدقه انك نفس الراجل اللي عشت معاه عمرك كله. ترى اتغيرت للاحسن ولا للاوحش؟ مش عارفه، دايما ساكت، مش بتضحك زي زمان، بتفكر كتير، حتى عصبيتك بتاعت زمان راحت خلاص. تصبح على خير. مش هشوفك تاني؟ اكيد طبعا. من فضلك يا استاذ باسم صحي؟ من بدري يا فندم حضرتك، وفي الاوبن بوفيه بيفطر. طيب ممكن لما يخلص تقول له ان انا هسبقه على المؤتمر بتاع الشركه واطلع على القاهره على طول؟ تحت امر حضرتك يا فندم. مدموزيل ايمان، الاستاذ ده من بدري بيصحى حضرتك بس طلب الفطار ونام مكانه. طيب معلش خليني، ممكن لو سمحت تضيف حساب الفطار بتاعه على الاوضه بتاعتي وانا هدفع دلوقتي. تحت امر حضرتك. ميرسي يا فندم. Thank you.
يا معلم اللحمه كلها شغل. مالها يا اختي شغل؟ وريني وريني. هي اللحمه اللي عندي كده بقى، مش عايز مني. اتفضلي حضرتك اتفضلي. ما تطول بالك يا معلم عاد. يا اخي ده حاجه بينا يا جرع، ايه ده؟ الواحد مش عارف ان هي من الزباين ولا من الفندق. يا جرع انت يعني، انت عجبك اللي حصل لي في الفندق ده امبارح؟ طب ايه رايك بقى ان انا اخد 30 40 شمحت من هنا واروح اهد لهم الفندق على اللي فيه؟ ما ده كلام برضو يا معلم. الله، يعني انت يرضيك ان انا اتهزق التهزيق ده كله؟ ده انا اتبعتر بكرامه الارض يا حسين افندي. ما انت اللي دخلت دخله غلط. الست صح وكانت هتوافق، بس انت اللي ما فهمتش في الاخر. ايه ده بجد؟ ده حصل؟ اه. هي مش قالت لك يا حيوان؟ اه قالت لي يا حيوان. وانت بتشتغل ايه؟ جزار. طيب جزار وحيوان، يعني انت الراجل اللي هي عايزاه؟ صدق بالله انك انت نورتني كده. ايه رايك انا اروح لها الفندق واقول لها ان انا الحيوان اللي هي بتدور عليه؟ بعد ايه؟ هو بعد العيد بيتفت الكح يعني؟ ايه خلاص؟ لا هو بصراحة لسه ابوس ايدك دلني. التالتة تابتة المرة دي. عم حسين سيبك من التالتة والتابتة، نيازي فين؟ معرفش، بينه في اسكندرية خير. الراجل هاشم بيه بيدور على الامير. امير؟ امير مين لمواص؟ امير الانتقام. انت مالك انت معلم؟ هو فين؟ طيب ما هم كانوا مع بعض امبارح. ايوه كانوا مع بعض امبارح، بس بيدور. استنى استنى اهو شفت. الو ايوه هاشم بيه. لا 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 مفيش حاجه، ده انا بس كنت في الحمام عدم المؤاخذه. احنا في المناطق الشعبيه بنقعد في الحمام ساعه اتنين يعني في الحدود دي. حاضر حاضر. لا لا انا هدور عليه واول ما هلاقيه هكلمك ان شاء الله. عارف لو اتصلت بيك تاني وما ردتش عليا عارف ايه اللي هيجرى لك؟ بالظبط كده. اه ده الكلام. صباح الخير يا خالد. انقذتك انها وصلت. يلا صباح النور يا حبيبتي، وحشتيني. ازيك حضرتك؟ ايه يا استهانم الكسل اللي انت فيه ده؟ لو قلت لك اني ما نمتش ساعتين على بعض تقول لي ايه؟ اقول لك انك غلطانه بتعملي في نفسك كده يا حبيبتي. فوق لنفسك بقى، مراته خلاص رجعت وحامل، يعني كلمه النهايه قربت، الناس قربت تروح بيوتها. انا فعلا حاسه كده. اهو ده الكلام يا حبيبتي، انت كده يا بنت اختي فاهمه؟ صدقني خلاص انا هشيل نيازي من دماغي خالص. يا ريت يا ريت يا ريت. بعد اللي حصل امبارح مش ممكن هفكر فيه تاني. ما تتصورش قد ايه صعبت عليا نفسي. طيب وهتعملي ايه بقى ان شاء الله؟ هنزل سوريا كام يوم، يمكن قعدتي مع قرايبي تخليني افكر كويس. اكيد يا حبيبتي. سافري سافري بالسلامه. تحب احجز لك امتى؟ ان شاء الله بكره. حاضر احجز لك فورا. الو ايوه يا رانيا. طيب بقول لك ايه، احجز لي بكره تذكره على سوريا لدمشق طبعا. ايوه حبيبتي هتسافر ان شاء الله فيرست كلاس طبعا. الله وانا بخيل ولا ايه؟ يلا مع السلامه. مبسوطه؟ لا ايمان زمان وسط القاهره. كنت سيت سابها تنزل لوحديها؟ اصل انا دخلت افطر فتاخرت يعني على المؤتمر، حاولت ادخل لقيتهم قافلين الباب، اتكسفت اخش، رجعت اكمل فطاري بقى. هو في كده؟ في بني ادم كده ياخد اللي زيك انقرض من زمان؟ حضرتك بتكلم على مين بالظبط؟ بتكلم على مين؟ لا يا عم ما تاخدش في بالك. انت هتعمل ايه؟ لا يا راجل الحساب اتدفع خلاص. مش معقول. طب سوري يا استاذ باسم، انا اسف ساعات كده بفكر فيك وحش، لكن انت فعلا انسان كويس. لا مش عايز دماغك تروح لبعيد، بس فهمنيش غلط، ايمان هي اللي دفعت الحساب. قذر قذر، انت اوضع انسان شفته في حياتي. بالظبط كده. جهز الملفات اللي قلت لك عليها، وانا بكره بالليل ان شاء الله بالكتير الساعه 8 يعني حبه في مكتب القاهره. مع السلامه. كويس انا هنزل مصر اجهز نفسي. لا تنزلي ايه، مفيش نزول دلوقتي.
انا هروح مكتب اسكندريه لمده ساعه، ارجع نتغدى سوا، وغالبا هسافر مصر معاك. مش هينفع يا خالو، انا وراي حاجات لازم اخلصها قبل ما اسافر. نيازي بيه بره عايز يقابل الهانم يا فندم. نيازي بره هنا؟ ايوه. عايز ايه؟ قولي له الهانم بقى بتستريح، احنا مش فاضيين. يلا ما يصحش يا خالو، خليه يتفضل. حاضر. وبعدين بقى معاك ايه؟ احنا هنرجع ننخ تاني ولا ايه؟ صباح الخير يا ألفت. صباح الخير يا هاشم بيه. صباح النور يا سيدي. عن اذنك انا هدخل اجهز نفسي، واذا كنت ناوي هتسافر بكره سوريا جهزي نفسك. اذا كنت ناوي يعني تسافر بكره جهزي نفسك. ايه الكلام ده؟ سوريا ايه؟ انت عايزه تسافري؟ ايوه عايزه انزل سوريا كام يوم اريح اعصابي، انا حاسه بشويه توتر. وانا سبب في التوتر ده؟ يعني نيازي انت فاكر ان المبلغ اللي عندك هو اللي ربطني بيك لغايه دلوقتي؟ انا عارف انه مش هو السبب. ألفت انا اسف، انا عايز اكلمك في موضوع كده. عاوز ننفصل مش كده؟ انت شفتي بريهان وهي حامل دلوقتي، يعني مجرد ظروف طرقت عليا، مش عارف اقول لك ايه. الف مبروك، انا فرحت لك من قلبي. شكرا، انا كنت متاكد من مشاعرك ديت، وده اللي خلاني اطلب منك الطلب ده. انا هكون اسعد انسان لو فعلا رجعت لمراتك وابنك، الا اذا كنت بتفكر في حاجه تانية. لا لا لا، حاجة تانية زي ايه؟ المفروض ان ده يحصل يعني. كويس، على كل حال الف مبروك مرة تانية، وانا هتصل بالاستاذ بيليا علشان يجهز وراء طلب، هيتصل بيك باسرع وقت. شكرا، بجد انت انسان عظيم. طب و يعني لما يحصل الطلاق هتسافري برضه؟ مش عارفة. طب يهمني برضه قبل ما تسافري اشوفك. لا بلاش احسن. طب هستاذن انا بقى، وانا عندي مشوار هنا، وبعدين هنزل على مصر، وبعدين اشوف وشك بخير. مع السلامه. مع السلامه. يا حبيبتي انا هوصل المكتب هقعد ساعه بالظبط وارجع لك، وبيني وبينك هسافر معاك مصر واوصلك المطار كمان. انا مش هسافر يا خالد. انا كنت حاسس كده، قدر يصعب عليكي طبعا. انا مش هسيب نيازي بالسهوله دي، انا كنت فاكره انه هيسيبني علشان يرجع لمراته وابني، بس حسيت انه بيفكر في حاجه تانية. الحقيقه انا ما بقتش فاهمك خالص. مش وقته ده، بس تأكد انه نيازي خلاص خرج من قلبي. مش بقولك ما بقتش فاهمك. يا نيازي بجد انا مش مصدقه نفسي. طبعا يا بريهان، وكل مصاريفك من ساعة ما جيتي لحد ما تولدي وبعد كده كمان أنا اللي متكفل بيها، محدش هيصرف عليكي وعلى ابني غيري يا بريهان. يا حبيبي أنا مش محتاجة فلوس، مامي مش مخلياني عايزة حاجة. عيب عيب تقولي مامي، إزاي يعني مش متجوزة راجل؟ محدش هيصرف على ابني غيري يا بريهان. حاضر يا حبيبي حاضر. حس كده بقى، أنا كنت عايزة مبلغ صغنن قد كده هو تحت حساب المستشفى وتحت حساب الدكتور، وكنت عايزة أجيب شوية حاجات كده للنونو كمان. أنا بعت أجيب بيبي سيتر من ماليزيا عشان أنا مش هقدر أسهر كتير مع البيبي. وماله حبيبتي، عايزة كام؟ يعني حاجة في حسبة 20,000 جنيه. كام؟ ده تحت العجز. تحت العجز أو الزيادة؟ اسمها تحت العجز أو الزيادة؟ يا حبيبي مفيش زيادة خالص، أنا يمكن أحتاج قدهم بعدها بأسبوع على الأقل. ايدك بقى على الفلوس. خدي من ماما دلوقتي وانا هبقى ارد لها الفلوس باسرع ما يمكن. برهان انا ما حدش هيصرف على ابني غيري يا برهان. فاهمه يا روح برهان،
مش بقول لك اتغيرت. الغدا جاهز يا فندم، الهنم الكبيرة والبيت الصغير سبقوكوا على السفر. طيب احنا جايين. أوكي. يلا بينا. مين البيت الصغير ده؟ ده جوز مامي. شفته لما جيت. طب يلا انت مش هتاكل معانا؟ هاكل معاكم، ده انا مش فاكر اخر مره اكلت امتى. يعني ايه يعني جعان؟ هي دي محتاجه يعني ايه؟ يلا يلا. طب يلا يا روحي. ملك السحسين يا اخويا واقف كده ليه؟ الان على ايمان، قلبي وكلني عليها. ان شاء الله خير. كلمتها على المحمول؟ كلمتها وصوتها ما عجبنيش، قلت لها استناها لغايه لما تيجي، زمانها في السك. ربنا يطمنك عليها. هو مش بس معاها؟ لا، ما هو ده اللي مطمني. طب ما تطلع انت يا اخويا تستناها فوق وانا هقف هنا استناها. قلبي مش مطاوعني اطلع من غيرها، استناها نطلع سوا. ربنا هيسوقها ان شاء الله. تصدق هي؟ الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. إيمان يا بنتي، اسمعني يا حبيبتي. ما كلمتنيش ليه؟ أجي أخدك هناك من مكان الموقف. ما حبيتش أتعبك يا بابا. تتعبيني ده إيه؟ على الأقل كنت خدت منك العشرة اللي انت دفعتيها. يا اختي اسم الله عليك، مالك يا إيمان يا بنتي؟ اسم الله عليك يا دنايا، مالك يا اختي؟ بعدين هفهمها وافهمها. تعالي يا دنايا تعالي. جيب العواقب سليمة يا رب. يعني كل الدولارات دي بتاعتك انت مش بتاعت عم حسين؟ ايوه بتاعتي يا ندلي يا جبان يا طماع، وانا اللي كنت فاكرك بني ادم طلعت بني ادم خسيس. لو سمحت انا ما اسمحلكش، انا مش خسيس، انا شاب سيس وانت عارف كده من الاول. ايوه يا نيازي صح، يحيى طول عمره كده، ما تضحكش عليك يعني. بقول لك ايه يا نيازي، سيبك منه بقى دلوقتي، خليك معايا انا. انت كده بقيت خلاص موافق على ان انا ابقى جوز ايمان؟ حبيبي يا معتز، والله مش عارف اقول لك ايه. معتز وانا هلاقي الايمان احسن منك تتجوزها؟ ده انا لو لفيت العالم كله ما لاقيش حد زي معتز. هو في زي معتز في الدنيا؟ شكرا. بس الكلام ده لو ما كنتش انا موجود. يعني ايه؟ هترجع في كلامك ولا ايه؟ كان على عيني، كان على عيني. بس خلاص انا اتفقت مع ألفت على الطلاق، وكلها يومين ثلاثه ونلاقي الاسوره بتاعت جده يحيى واخليها تطلقني. يعني بقى في عندي مكانين فاضيين. وفوزية بقى. أيوة. هتعمل فيها ايه يا خفيف؟ هلاقي لها مخرج يا اخويا، شويه تفكير ولاقي لها حل. انا متاكد ان ايمان هتوافق. وانت بقى ايه اللي مخليك متاكد كده؟ انت كلمتها؟ بتحبني يا حبيبي. اقول لك ايه، بتحبني ومتاكد انها هتوافق تتجوزني، حتى وبرهان على ذمتي، حتى كمان فوزيه لما تبقى على ذمتي وما اعرفش اتخلص منها برضه هي هتوافق. طب هو على فكره انا ليه ما اعرفش اتخلص من فوزيه؟ طب ما انا اجيب محامي خلع وارفع قضيه خلع. وهتجيبه منين؟ انت عبيط ولا ايه؟ انا مش هعرف اجيب محامي خلع. ايه صحيح السؤال؟ ماشي يا عم خلاص. غبي ارجع للتاريخ. بقولك ايه يا نيازي، انا عن نفسي بصراحه شاكك ان ايمان ممكن توافي عليك وانت باللخبطه والكعبله دي. يا سلام كعبلة دي. طب ايه رايك انها بتموت في الكعبلة واللخبطه ديت؟ ايه رايك ان انا هفتح دلوقتي عم حسين، واكيد الراجل بيعتبرني زي ابنه، اول ما هيشوفني هيقول لي الف مبروك يا نيازي يا ابني. لا طبعا مش موافق. وبعدين ازاي تفكر في حاجه زي كده؟ ايه بس يا عم حسين، ده انا قلت انك هتاخدني بالحضن وتقولي الف مبروك زي اي اب ما بيعمل مع ابنه. بلا اب بلا ام. اسمع، لو فتحت ايمان في الموضوع ده من ورايا وهي وافقت، لا بنتي ولا اعرفها. قلت ايه؟ ولا انت ليكي راي تاني يا ست العرايس؟ لا طبعا يا بابا، انا اول ما شفت مراته وهي حامل كل شيء اختلف. هو قال لك ان ألفت هتطلقها وجده يحيى كمان؟ هو اللي قال لي كده. بس برضه لو نيازي ده آخر راجل في الدنيا برضه ملناش فيه نصيب. ده آخر كلام عندي. أنا عارف أنا ربيت بنتي إزاي، وعارف إنها استحالة تخرج عن طوعي. شكرا
ايه يا حبيبتي؟ ما تزعليش من ابوك يا حبيبتي، معلش. ما انا قلت الكلام ده قبل ما بابا يتكلم، مش انا قلت لك يا خالتي؟ ايوه قلتي لي يا ضنايا، وانا عارفه اللي خلانا بس نشوفه من الاول، وايه اللي حدفوا علينا ورجعه تاني. يا ريتنا ما كناش شفناه من اصله. بالعكس، انا ما حسيتش اني عايشه غير لما قابلته. ما حسيتش اني بنت زي كل البنات احب واتحب. ما حسيتش ان انا ليا قلب غير لما كنت ابص في عينيه. يا ضنايا يا بنتي، معلش، بكره تنسيه وربنا يرزقك باللي احسن منه 100,000 مره. تفتكري هقدر يا خالتي؟ الايام يا ضنايا محدش بيقدر يقف قدامها. هتنسي اكيد، هتنسي، ده من نعمه ربنا علينا النسيان. مشكله دلوقتي ان انا عايزه اطمن عليه. شكله هو نايم في الفندق كان زعلان عليا قوي، كان هين عليا اصحيه واقول له انا بحبك. يلا نبعد عن الدنيا دي كلها. اوعي يا ايمان، عقل يا بنتي، اوعي تخسر ابوكي. ادي انت شفتي نياسي خسر عيلته بغلطة واحدة سيدي، وخسر عمره كمان. اوعي يا ضنايا، اوعي. مين؟ افتح يا بيلي، انا نيازي. ايوه ايه الاماره ان انت نيازي يا جدع؟ بقول لك نيازي، افتح خلص. ما دام قال خلص ايه؟ ما نيازي انت عارفه. حاضر 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 يا سيدي، اتفضل. الله، ازيك يا بيلي؟ اهلا وسهلا. مش انت عرفت هنا ازاي يعني؟ لا ولاد الحرام كتير دلوني على طريقك. ولاد الحرام؟ اه، وانت تعرف مين يعني غير شويه حراميه شويه نصابين حاجات كده؟ لا مش دول وبس، لعلمك انت لو سالت عليا هنا يقول لك ان انا هنا اسمي في توت الناس الغلابه. انا عمري ما خذلت اي حد لجالي في اي وقت. ما كله بتمن يا اخويا، هو في حاجه ببلاش؟ ايوه، ما دي نقره ودي نقره. بس قول لي انت ايه اللي هدفك عليا؟ ايوه اكيد عم حسين، ما انا قايل له ان انا عايزك. لا خالص، ده انا كنت عامل شويه ما جابليش سيره. غريبه، مع ان انا مأكد عليه انه يقول لك. لو انت كنت عايزك ثانيه، شوف اهو جه على السيره. استنى، ايه؟ ما تجيبلوش سيره ان انا هنا. ليه؟ معلش هبقول لك بعدين، بس رد عليه دلوقتي. يلا ماشي. الو، ايوه يا عم حسين، الاستاذ نيازي؟ لا لا لا، مش قد... لا ما شفتوش. ايه هنا في القاهره؟ فلوس ايه؟ دولارات؟ حاضر. لا حاضر، اعدي عليك. ماشي، مع الف سلام. مع الف سلام. ماشي. غريبه، وبيقول لي ان انا ما اقولكش ان اتصل بيا. هو انتوا متخانقين يعني؟ قصدي حاجه زي كده يعني. ممكن اقعد؟ اه اتفضل. الحاجات دي بتاعتك؟ اه هات هات. بتاعتك دي؟ انا كنت عايزك اهدى. عايزك تحضر لي ورق طلاقي من ألفت، ويا ريت بأسرع ما يمكن. هي ما اتصلتش بيك؟ لا لا، هي اتصلت بس ما جابتليش أي سيرة يعني. بس هي قالت لي إنها عاوزاني أعدي عليها ضروري بكرة. أكيد عشان كده، ويا ريت كمان تحضر لي ورق طلاقي من جدة يحيى. وفوزية هن؟ لا، فوزية هن ابن لسه شوية. ليه ده أنا كنت ناوي أعمل معاك ديل حلو جدا، كنت هخصم لك 30% في الثلاث طلقات. 30% إيه؟ أنت أصلا مش هتاخد فلوس. آه، بمناسبة الفلوس، عم حسين كان بيجيب لك سيرة فلوس كده، دي بتاعت ايه؟ اه، الدولارات بتاعتك اللي عنده، وكمان الفلوس بتاعت ألفة تاني. اه يعني خلاص، مصر على النهاية؟ نهاية ايه؟ استاذ نيازي، انا كده حاسس ان انا بقيت زي الاطرش في الزفة. ما تقول لي ايه الحكاية، يمكن اقدر اساعدك. حاضر، هحكي لك على كل حاجة. بس اقول لك على حاجة يعني. قول اللي انت عايزه. هو ينفع بيت هنا؟ خص عليك، ودي السؤال تسأله لي. طبعا ينفع، بس انت مدام طلبت الطلب ده تبقى اكيد واقع على الاخر. طبعا، طالما هعمل كده يبقى اكيد واقع. يا ضنايا يا حبيبي، واكيد كمان واقع من الجوع. طيب بقول لك ايه، اجيب لك اكل من عندي من هنا، ولا انزل اجيب لك اكل من تحت؟ لا، متهيألي اكل من تحت يبقى اضمن. بس بشرط، عايزك تحكي لي على كل حاجه بالتفصيل الممل. اكيد هحكي لك، بس واحنا بناكل. طيب
اسيب مكاننا بقى واروح اجيب الاكل وارجع على طول. انت هتجيب ايه بالظبط؟ هجيب لك بقى فضله خيرك شويه فول، شويه طعميه، شويه بتنجان، شويه مسقعه، بطاطس صوابع. الحاجات دي بتتعبني. هجيب لك حاجه تانية؟ يا ريت. بساره؟ لا هاتي حاجات هي بتتعبني. مش قادره، هموت هموت. مامي بقولك ايه، انا رايحه للدكتور. مش نيازي قال هيجي معاكي؟ نيازي في القاهره، هيجي من هناك على عياد على طول. بقولك ايه، انا هاخد زينب معايا احسن اتعب ولا حاجه. والله يا بريهان بفكر اجي معاكي، مش عارفه ليه حاسه ان انا دايما دايخه على طول، ونفسي غابه عليا ومليش نفسي للاكل خالص. مامي بقولك ايه، سيبيني اولد انا الاول وبعدين نبقى نفكر فيكي. قولي كده بقى، قولي ان انت بتغيري مني عشان انا اصغر منك. مامي هو بجد انت بتحبيه؟ يعني ممكن واحده في سنك كده تحب واحد اصغر منك؟ مش عارفه يا بريهان، معاه بحس ان انا لسه ست، والست لو مات احساسها جواها ما بتعيش كتير. صباح الخير. صباح النور. متشكر جدا ان حضرتك وافقتي تقابليني في المكان ده، يعني لان الفيلا بعيد قوي، والصراحه المكان ده حلو. ومع ذلك جيت متاخر. معلش انا اسف. اموريني من غير ما تطلب حاجه، مش غريبه دي. اطلب حاجه؟ طب ممكن اخد عصير فريش؟ حاضر يا مات. لو سمحت واحد كوكتيل. لا انا عايز عصير. عصير؟ ما هو كوكتيل. حضر. عصير. اموريني حضرتك، كنت عاوزه مني ايه؟ انت شفت نيازي؟ لا للاسف ما شفتوش. ليه؟ هو في حاجه؟ انا حاسه بقاله كم يوم متغير، عايز اعرف ماله. يعني حضرتك طلباني عشان الموضوع ده وخلاص؟ يعني لما الست تطلب ده علشان خايفه على بيتها وعلى جوزها اللي بتحبه، ده يبقى قليل؟ لا الصراحه ما يبقاش قليل. خلاص انا عايز اعرف نيازي متغير ليه، بيفكر في ايه، والبنت دي اللي اسمها ايمان هو ناوي يعمل معاها ايه؟ هيتجوزها فعلا ولا لا؟ بسيطه الحكايه، بس على فكره الحكايه دي هتكلف كتير جدا. عاوز كام؟ لا لا بالراحه كده يبقى متغيره. يعني انت، وانا عايز اسالك سؤال، هو انت لاحظتي انه متغير يعني عن كل مره؟ مجرد احساس، وارجو انه يكون غلط. احساس هيبان. اتفضل دول تحت الحساب، ولو احتجت اي حاجه تانيه قول. والمصحف متغير. يلا باي باي. ايمان انت مشيتي ليه؟ ده الفلوس نزلت في الخزنه هي وحافظ المهرجان وبدل السفر. بعدين ابقى اصرفه. بس خلي بالك عم سيد بيمشي بدري. بكره بعد الدنيا ما طارتش. انت مش طايقه مني كلمه ليه؟ الحق على اللي خايف على فلوسي. يوه هو حد عينك تكون المحامي بتاعي؟ طبعا. بابا ايه الصدفه دي؟ خلصت ومروح. قلت اعدي عليك يا اخدك. اهلا يا عم منور. اهلا يا باسل. اهلا يا حبيبي. ايه يا امان مش هتعزمي عمه على حاجه؟ ده في بتاع عصير هنا عنده فخفخينة تجنن، نشربها في البيت. ده هما ثلاثه هتعزميني عليهم؟ ثلاثه فخفخينة؟ ما تفضل معانا يا ابني. والله فكره، اذا كنت يعني مروحين خدي في سكته على الاقل نتغدى. انت مش عندك عربيتك؟ عندي العربيه، بس هسيبها مركونه هنا واخدها الصبح حتى اوفر ثمن الركنه. يلا يا باب. يلا يا باب. طب عصير قصب حد؟ اتفضل يا بابا. إيمان انت عارفة ان دي اول مرة تخرجي من غير ما اشوفك فيها؟ انا اسفة يا بابا، دي اخر مرة. انت زعلتي يا إيمان من الكلام اللي قلته لك امبارح؟ لا يا بابا ما زعلتش. كدابة، ان كنت انا نفسي زعلت من نفسي.
ازاي اشوف قلب بنتي قدامي بينكسر وانا مش قادر اعمل حاجه؟ تفتكري يا بنتي هين عليا اشوف حاجه كده تسعدك واقول مفيش داعي منها؟ يا بابا صدقني انا ما زعلتش، انا لما شفت بريهان وهي حامل حسيت ان هي احق بيه مني، حسيت انهم لازم يكملوا مع بعض، لو مش عشانها عشان خاطر ابنها. ما هو ده اللي ضايقني اكتر، نازي رجع عشان ابنه، ونازي هيفضل هو هو مش هيتغير. تغيير البني ادم مش بالسهوله دي يا بنتي، وبريهان هتفضل زي ما هي، غلاطه ومناخيرها في السماء. خلاص بقى يا بابا خلينا ننسى الموضوع ده. عن طيب خاطر يا بنتي. بابا حتى اسال خالتي ام جلال، انا نفسي قلت لها الكلام ده من قبل ما حضرتك تكلمني فيه. طب يلا يلا هركب الفرده وقرط ونتكل على الله. طب عنك انت بقى يا هندسه.